السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذني الأرقام من داخل العراق أو من خارج العراق. اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة ومتبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الهيمنة على الأراضي بذريعة الاستثمار اللي تصير بالعراق. فمثلا بلاد الرافدين اللي تسود بها قوانين الغاب، كل من يقدر ياخذ شيء دا ياخذه بدون حسيب وبدون رقيب. مثلا اذا اجى احد وراء اكو مافيات او ميليشيات او متنفذين او كتل واحزاب ونطى امر ان يستملك منطقه بكاملها، اذا رادوا اصحابها الاصليين او ما رادوا، يأبى من يأبى ويشاء من يشاء، يسكتوه بطريقه معينه وبطرق تعرفها الاحزاب والميليشيات بشكل جيد. بعض الأحيان توصل هاي الطرق إن يعني تكون تصفية جسدية أحياناً. كل العراقيين يعرفون إنه هاي حقيقة وواقع بيعيشوه كل يوم ويحاولون التعايش وياه كل يوم. يا ترى يقدر المواطن أن يدافع عن ملكه، عن أرضه إن كانت ملكية عامة أو خاصة؟ لما يجي واحد يستولي على قاعة يقدر يدافع عنها لأنه القبالة متنفذ؟ يقدر يحمي نفسه بالأساس حتى يقدر يحمي القاع اللي هو يملكها مثلا؟ يقدر أحد أن يتلفظ باسم المتنفذ اللي صادر كل شيء مثلا؟ بالطبع لا. مثل ما احنا نعرف وانتم تعرفون هاي القضية مأساوية بالرمادي محافظة أنبار، تحديدا منطقة الصوفية. أذرع الاستثمار وصلت إلى السيطرة على الأراضي التابعة إلى الطرق والجسور، يعني أراضي مملوكة إلى الدولة. فأكو استثمار مزعوم، وين راح؟ راح صادر أراضي مملوكة للدولة من دون وجه حق. هذا الشيء اللي خلى أبناء المنطقة أن يصدرون بيان يناشدون بالجهات المختصة. الله يخليكم، بل كتجي واحد ويخلي لنا حد لهذه المشكلة اللي ضرت بينا. تعالوا نسمع. دائرة الصوفية والسورة، نناشدكم باسم الإنسانية ولخدمة الصالح العام وما تقتضيه المصلحة العامة لعشائرنا الكرام بالتدخل السريع على الاستثمار في المنطقة على قطعة الأرض التابعة لنهر الصراء قرب محطة الكهرباء، والتي تحيط بالأرض المحيطة بها كون أنها المنفذ الوحيد لصعود نسبة المياه إلى بيوتنا وأراضينا، وقد سبب ذلك لنا أضرارا كبيرة منها المادية والمعنوية. كما نناشدكم ونناشدكم بالقانون وبالإنسانية وبالغيرة العراقية، نحن أبناء الأنبار أبناء السورة والصوفية، نناشدكم للنظر برفع هذا الضرر عن بيوتنا وعن عوائلنا. نحن عراقيين شرفاء أبناء دليم، نناشدكم بهذا العنوان الذي يحصل لنا حاليا ومستقبليا، علما ان المستثمر بدأ بالتجاوز على شيوخ ووجهاء ورموز المنطقة وقام بالتبلي والتبني عليهم وسجلهم وقام بإيداعهم في السجون، وذلك لتكميم الأفواه عن رد اعتداءاتهم بحق المنطقة وما سببوا لها من ضرر. هو اذا يعني دا يتعدى على املاك الدوله بقى بعينه وجيه او شيخ عشيره او شيء، يعني تخيلوا انه المستثمر يتعدى على شيخ ويتعدى على وجهاء اماكن ويتعدى، ما بقى شيء يعني قدامه. ليش؟ لانه من امن العقاب ساء الادب. من الانبار نروح لبغداد، ناشطون بثوا مقاطع مصوره الى مواجهات عنيفه بين فصيل تابع الى ميليشيا السرايا اللي تتبع مقتدى الصدر واللي يتزعمها أبو درع اللامي، وأمن ميليشيا الحشد بحي أور شرق العاصمة العراقية بغداد. ذكروا شهود عيان أنه هاي المواجهات كلها تفجرت بسبب
سيطرة على أرض تابعة إلى الوقف السني. شلهم علاقة ذولا الطرفين ما أدري. المهم، وذكرت مصادر ثانية أنه ميليشيا السرايا اللي يقودها علاوي الأسود فرضت سيطرتها بالقوة على أراضي للمواطنين بمنطقة حيقور ببغداد. هذا الشيء اللي خلى القوات الأمنية أن تتدخل، واشتبكت ويا هاي القوة بدون ورود معلومات حتى هاي اللحظة عن عدد القتلى أو الجرحى بصفوف الطرفين. علاوي الأسود مثل ما يقولون مدونين يعتبر أحد قيادات الحشد الشعبي، واللي كان سابقاً بجيش المهدي ومتورط بعدد من الجرائم، ثم انتمى إلى سرايا السلام وانطرد منها، وراء ذلك رجع انتمى إلى ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتربطه علاقات وثيقة بنور المالكي وقيس الخزعلي. خلونا نشوف اللي صار بقور. رمانات وهاونات وشلقات. لا تقولوا لي علاوي الأسود أبو الشورت حبيبي طالع أجيب صمون من راس شارعته، شايل لي بكيسي وقاعد ترمي عليه من جاي ترمي. بس سؤال، علاوي الأسود ما أدري إيش داحس نفسي، راح نرجع إلى الستينات والسبعينات. علاوي ابن الإنجليزية، محمد كلونك، الشقاوة فلان ابن فلانة، ابن زرقية، ابن ما أدري منو، أبو إيد، أبو تشيف، علاوي الأسود. يا جماعة الخير شفتوا العلاوي الأسود؟ علاوي الأسود اللي كان ويا مقتدى وراها راح ويا قيس الخزعلي وتربط علاقات بنور المالكي. أخذ قاع، ما عجبت السالفة لأنه جوي علي قال له شلون تأخذ قاع؟ قال لهم أدب سزية، ما تستحون تجون تسألوني، هاكم تفرجوا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من حسين الفرطوسي يقول بلد كل قانون ما بيه، مجرد قانون يطبق على الفقير. أبو مؤمل الخزعلي يقول نطالب بتفريق مراكز الشرطة والمقررات الأمنية في مدينة الصدر ومنطقة الشعب ليتم توزيعها على شكل قطع أراضي للمواطنين، وذلك لعدم الفائدة من وجود القوات الأمنية داخل هذه المناطق لأنهم غير قادرين على ضبط الأمن. جابها عدل أحمد أبو سجاد، سبحان الله، هذا علاوي الأسود طردوا التيار الصدري صار قيادي ويا نور الهالكي. ومؤمل الصبيحاوي يقول والله العظيم دولة ماكو، قانون ماكو، شيني هاي شرطة الاتحادية وما يخافون منها بعد، بمن يخافون؟ صارت هيته. لا هم ما خايفين من أده، والدليل لأنه تخيل أنت التميليشيا تتبع القائد العام للقوات المسلحة، لما كان مصطفى الكاظمي هو رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحة قال له قعد ببيتك واسكت ولا حرف تفتحها، حلقك ما تفتحها ترى نجر ذانك، ما أدري نقص ذانك، ما أدري ندوس على رأسك بالبسطال. فتخيل يخافون من شرطة اتحادية. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أفل. أنا من خلال قناتكم أريد أسأل منو القائد العام للقوات المسلحة؟ أريد نستعلم إحنا عراقيين القائد العام للقوات المسلحة، هل هو رئيس الوزراء لو قائد المافيات هاي العصابات؟ خلنا نفتح
قلت يا عم احنا عراقيين ما جاي. والله في دولة الميليشيات فإلى كل ميليشيا عندك الكتائب عندهم قائد عام للقوات المسلحة، والسرايا عندهم قائد عام للقوات المسلحة، وكل واحد بكيفه. ويا أستاذ أفل، وإحنا عيب هسه يطلعون بالأخبار يقولون القائد العام للقوات المسلحة، يعني ما يستحون على نفسهم ما يخجلون، وهاي اللي جاي يصير، هاي يعني مو خزي وعار عليهم. والله يا أستاذ أفل، والله هاي الحكومات من 2003 ولحد الآن والله حتى خزوننا. نعم قمنا نستحي، قام ترى العراقي يخجل يقول أنا عراقي من وراء هاي الوجوه، من هاي من وراء هاي المافيات يا أستاذ أفل. نعم قمنا نستحي نخجل، ما عيب عليهم ما يستحون ما يخجلون، مرة خيرة. نعم والله أنا راح يعني حقلي راح يجي من المذر. شنو أنتوا يا ولو؟ شنو أنتوا؟ شنو من بشر؟ أنتوا بشر؟ إذا بشر والله يا عمي مال، وأنت الشعب العراقي لكافي أسد نايم عمي، تقعد يا شاب، أقعد ترى العصابات متعوفك، ما عبالك عمي هاي مال سحل أستاذ أفل. نعم سحل بالشوارع عمي، ذولا استفحلوا عمي، تعال شوف محافظة الأنبار، ترى لا عبالكم، ترى الإعلام مكتم عليها. نعم عمي مافيات عندنا هنا عزيت من الجنوب، مافيات الله وكيلك أخذت بيوت وأخذت عقارات وأخذت مصانع. نعم تعال شوف ويا سكة القطار من تطلع الفلوجة، شوف المولات والمطاعم وبيوت عمي تعالوا خلي يجي واحد يصور. نعم والكم ما كافي عاد، ولك يا شعب كافي عاد كافي، يعني واحدة من الثنين، يا أما نايم يا أما شباب. وأنا أشكرك. شكرا لك أبو عراق. المشكلة أبو عراق يعني تعرف أنت بالعراق أكو فوق ال 90 100 ميليشيا، فهاي الميليشيات يعني كل واحدة أسست لها دولة خاصة بها، وكل واحدة قسمت جزء من العراق إلا وصار ملك صرف خاص بها، بما أن هم يحبون السيادة فيعتبر أي اعتداء من دولة ميليشيات على دولة ميليشيات أخرى هو خرق للسيادة، فلذلك بدنا نشوف هاي الحالات ما شاء الله. أما بالنسبة للقائد العام للقوات المسلحة فهذا منصب شرفي، يعني أتوقع أنه عبارة عن بس على الورق، لأنه فعليا على أرض الواقع هو مو قائد عام، هو نصب عام. نتحول إلى قضية ثانية هي أزمة الجفاف. أزمة الجفاف اللي بدت العراقيين يحسون بها وتتفاقم 2020 2021 2022 وإحنا بال 23، ووصلت إلى ذروتها بهاي السنة. هذا اللي خلى مو بس العراقيين يحسون، لا البعثة الأممية لدى بغداد، البعثة الأممية يونامي خاطبت المجتمع الدولي وقالت لهم تعالوا ساعدوا العراق أن يحل مشكلة نقص المياه اللي بنهرين جفن، ومخاطر الجفاف والتلوث اللي واجه هذا البلد. نهرين بالكامل جفن، روافد حولتها إيران أكثر من 40 رافد، سدود أكثر من 60 سد بنا. تقرير أممي صادر بشهر نيسان الماضي حذر من خطر الاضطرابات الاجتماعية اللي راح تصير بالعراق بسبب العوامل المناخية، واللي يبلغ عدد سكان العراق 42 مليون حسب هذا التقرير، واللي يعيش عراقي واحد من كل 5 عراقيين بمنطقة يضربها نقص مياه. هذا كله قاله هذا التقرير الأممي، يعني الأمم المتحدة والدول الغربية تعرف. ونبه هذا التقرير أنه التحضر والانتقال إلى العيش بالمدينة بسبب المناخ راح يؤدي إلى تعزيز هياكل قائمة مسبقاً على التهميش وعلى الإقصاء. ليش؟ لأنه العراق لا بخدمات عامة ولا بفرص اقتصادية كافية. مثلاً ديالة ناجدة وسكان قرى نهر البستان والقرى المحيطة بهاي هذا النهر اللي هم موجودين بخان بني سعد، ناجدوا الجهات المختصة أن ينقذوهم من شح المياه والجفاف اللي يضرب قراهم. تعالوا نشوف مزارعين بني سعد. هسه هاي احنا ما يشرب للقرية ماكو تقريبا 70% 80% من القرية ما يصلها ما يشرب. هذا شوف هذا الجدول، هذا احنا 80% اعتمادها على الله ثم على هذا الجدول.
احنا هسه بالنسبه لمزارعي بني سعد استاذ صار لنا 6 شهور نشتغل على مود هذا الشهر، وهسه حضر جناب المدير الري قطع عنا المي نهائيا ولا طر ولا قطره، وزرعنا كل التعب كل واحد حاطه مثل ما يقول 50 60 مليون وراح زرعته راح ينتهي وما اخ مي جاب نقول له يقول له احنا لازم بس نشتغل، احنا لو بس نطلب مثل ما يقول مناشدتك الى نواب دياله والى محافظ دياله. احنا نواب دياله سيد المحافظ نريده بس هالشهر لا اكثر ولا اقل، احنا مثل ما قلت هالشهر نمشي مثل ما قلت زرعته. هاي دياله اللي بيها نهر اسمه نهر دياله واللي جف. مشاهدينا الكرام، العراق اتقلصت ظغرت بالمساحات المزروعه بسبب تفاقم ازمه المياه، تصحر التربة الملوحة واللي كانت تحتاج إلى مناسيب كبيرة من مياه الري حتى تظل هاي الأراضي مستصلحة للزراعة. بحسب إحصائية وزارة الزراعة الحالية، إحصائية رسمية، إنه مساحة الأراضي المستغلة للزراعة اليوم 18 مليون دونم، علماً إنه بالحصار الاقتصادي اللي كان الشعب العراقي جوعان 32 مليون دونم كانت مزروعة. يعني هسه في زمن الديمقراطية نص الأراضي اللي كانت موجودة في زمن الدكتاتورية والحصار مزروعة وغير مستغلة زراعيا. محافظة القادسية أكد ناشط مناكة تسبب أزمة الجفاف بتوقف زراعة محصول الرقي البطيخ الأحمر واللي كانت تشتهر به القرى المحيطة بنهر الثريمة بمشهد، يدلل لكم على حجم الكارثة. تعالوا نشوف. 450 ألف دونم كانت تزرع رقي وبطيخ وخيرات وزراعة وشعير وكل شيء خير من الله، هسه انتهت بسبب الجفاف وشحة المياه والماء اللي مستولين على المتنفذين في الدغارة وسومر في شط الدغارة وسومر، وهذا الحال اللي وصل إليه نهر الثريم المحصول المحلي والشعير والخير من الله كانت، لكن الآن انتهت اليوم 19/5/2023 انتهت هاي المحافظة الديوانية وتضاعفت وعلى الأسف انتهت الناس هنا العطش والقرى والأرياف القضاء عفك عايشة على الآبار، هذا الحال اللي وصلت إليه الديوانية وقضاء عفك وكل العراق بسبب الجفاف وشحة المياه، هذا نتيجة السكوت، نتيجة سكوت الناس، الناس ما تطالب بحقها، مع الأسف على كل عراقي يسكت عن دمار الزراعة. المفروض كل الأهالي الثريمة وأهالي عفك يطلعون بتظاهرات للمطالبة بحصتهم الموجودة في سومر والدغار المستولين عليهم المتنفذين بالدولة. هذا النهر كان اسمه نهر الثريمة، بال2020 صار سبتة تنقل الثريمة، لأن اللي تشوفوه هذا مو نهر، هذا ماي آسن، هذا بلاوي، وهذا الجرف اللي تشوفوه هذا مو جماعة بنولا، هذا بالسبعينات. الجفاف وشح المياه حرمت آلاف العراقيين ببعض مناطق محافظة أنبار من مياه الشرب، هذا بسبب توقف ضخ مضخات المياه إلى المياه في شبكات الإسالة. شنو السبب؟ انخفاض مناسيب نهر الفرات في محافظة أنبار وجفاف جزء كبير من بحيرة الحبانية وفقدت ثروتها السمكية واللي تعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات بالمحافظة، واللي صارت فعلياً دا تفكر بالنزوح أو يطلعون من منطقتهم. عندنا منطقة العنقور اللي حكينا عليها هواية بهذا الشهر، وصفوا أهالي هاي المنطقة، وصفوا منطقتهم اللي هم تقريباً أكثر من 10,000 نسمة، وصفوا منطقتهم بالمنطقة المنكوبة بسبب اللي عانوا من نقص كبير بالخدمات وخصوصا مياه الشرب، على الرغم انهم اطلقوا هواي من المناشدات واطلقوا هواي من الهاشتاغات وطالبوا سكان المنطقة، طالبوا المسؤول، اي مسؤول، ان يزور المنطقة ويطلع على اوضاع سكانها بعد أن بدأ سكانها بالنزوح فعلياً إلى مناطق ثانية بسبب أن المنطقة ما بها مي وصار هم كبير يعاني منه الأهالي، وأكدوا أنهم بحاجة
ماسة وسريعة إلى حلول دائمية إلى إنقاذ الأهالي من العطش، بعد أن عدوا أن السيارات الحوضية التناكر اللي توفر المي للسكان هو عبارة عن حل ترقيعي وما يسد حاجة 10,000 نسمة. خلونا نشوف هاي المناشدة. دحكم هذا 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 بالله مي، هذا يقذي عرب أعدادها يزل 10,000 نسمة. دحكم يا أهل القيرة، يا أهل الرحم، يا أهل الحمية، يا الناس الشرفات، دحكم جيفة وجرب، الناس صار بها جرب، والله الناس صار بها جرب، والله العظيم الناس صار بها جرب، والله والله من هذا المي، هذا مي قذى عرب وراك ذا جيفانات، ومن يم البحيرة مقطوعات من قادي دحكم نزيز، هل ينزل من القاع ملوحة تيزاب، والله تيزاب. هذا مجمع العنقور، شوفوا يا الناس يلبي أهل القيرة، يا مؤسسات الأحباب المصطفى، يا المنظمات الإنسانية، يا محافظ الأنبار أبو زيدون المحترم، أبو القيرة أهلك، ترى أهلك تنخاك عطشان اليوم، أبو القيرة لا تخليهم دحقهم. هذا الممثلة هذا حقوله، هذا شيء واقعي، مو أسوي لكم يا أنا على قلبي، شيء واقعي حقوله. نقعة جايفة تكرمون ويكرم السامع بس تشليب تطبويها جربة الناس دعكم، في واقع هذا. مشاهدينا الكرام، أشقائنا العرب اللي قاعدين يسمعون أو يشوفون البرنامج، اللي سمع كلمة تيزاب وما يعرف شنو يعني تيزاب، مية نار، مية النار بالعراق احنا نسميه تيزاب. مشاهدينا الكرام، الناس علقت لما شافت هاي الفيديوهات. أول تعليق من فيسبوك كامل الأنبار يقول: معقولة محافظ الأنبار عنده أكثر من 100 مستشار ولا واحد زاركم وسوالكم صورة حل؟ لأنه قاعدين على التبريد خو ما يروحون لهناك. محمد الراوي: الله يساعدكم وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. أسد الدليمي يقول: معقولة الرمادي هيج مو على أساس حلبوسي سواها دبي؟ عمي هو شارع بلطة وفضحة. حسام حازم الدليمي يقول: تخيل الرمادي ما بيها مي، لعد المناطق الجنوبية إيش راح يصير بيها؟ وهذا السؤال اللي إحنا نسأله دائما، إذا بغداد جف النهر وإذا الأنبار جف الفرات بيها وبغداد جف دجلة بيها، لعد الجنوب إيش راح يصير بيه؟ أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل، من يقولون الدكتاتورية دكتاتورية، زين هم ايش جابوا هسه؟ جابوا شنو؟ يعني هسه القمع مال المتظاهرين هاي تطلع بالتلفزيون قدام المرأة مال العالم كله، وقتل بالمتظاهرين يطالبونهم حقوقهم، ماكو يذبحوهم ذبح حي على الصلاة، ماكو قتل وذبح وماكو ما حيتجاوز، ويقول لك هاي ديمقراطية. وقت صدام حسين، يعني احنا من نقول وقت صدام حسين اكو عالم يجي يحكي علينا، نقول وقف صدام حسين الله يرحمه دكتاتوريه، زين هسه سوي انت، راح صدام حسين صار له 20 سنه، نعم، سوي لنا النتيجه شنو؟ تقدر تفتح مي تركيا؟ تقدر تفتح مي من ايران؟ يعني يطلع محمد الشاع السوداني، سويت شنو؟ نعم. قبلك مصطفى الكاظمي نفس الحاله، بس سوالف، والقبلك بس سوالف. أنا أقول لك إيش سووا، جابونا الديمقراطية، الكريستال والحبوب والمخدرات، هاي أرقى ديمقراطية. نعم. خلى العالم ماكو سكرانة بالشارع تمشي بكيفها، نزاعات عشائرية، ما نزاعات عشائرية، دقات عشائرية، هاي قبل ما نسمع بيها. هاي وين كانت قبل؟ يعني أنت احكي لي على قبل 2003. كان المي هيج؟ كانت تركيا تقطع مي هالقد؟ إيران قاطعة مي؟ يعني مو احنا من نحكي لك اوه هذا صدامي بعثي، يا عمي لا بعثي ولا صدامي، احنا نريد الموجودين هسه يقولون احنا دوله ومحافظ عنده مدري كم استشار، هاي مو كله صرف على الدوله، يعني عم الميزانيه مسدهم والله مسدهم، لا هم ولا حماياتهم ولا بيوتهم، وهلبت هو قاعد على التبريد ويشرب هذا الماء المعقم، ماكو وعسى الشعب، ماكو مع احتراماتي للشعب الطيب حتى يموت، شو عليهم بالشعب؟ نعم. شنو الشعب؟ الشعب اقول لك مو ناطي نسند بالشعب، بس ناس جتنا، ناس عصابات، ناس دايحه، ناس منحطه، لا غيره ولا شرف. نعم. لا غيره ولا شرف، واوعدهم ما عندهم الشماعه مالتهم. الدكتاتور صدام حسين دكتاتور، يا عمي هسه صدام راح تسوي لنا، انت تشوف تسوي مثل الربع الثاني مسوي صدام. هسه ابسط شيء خلي رجعه تموينيه مثل ما كانت، بقى صدام يقدر
اتحدى لحمد شاع السوداني واتحدى للحلبوشي واتحدى لوزير التجاره اتحداهم. هسه يقول لك والله احنا السائلوات انفتحت تاخذ الحبوب، يعني تاخذ الحبوب والله تسهيلات تسهيلات. كذب عترفض اكثر الحد درجه اولى وعيرفض عند الفلاح. نعم والفلاح والفلاح متبهدل ومنعون وازواجه مع احتراماتي للفلاح. انا فلاح مع احتراماتي للفلاح، يعني وين هذا الحكي؟ محمد شاع السوداني ويجي يوزع مرشات وما ادري شو يوزع، يا عمي دخل يعوفه. نعم انا اقول لك قبل 2003 كان محصول الحمض السادي كان اربع نوعيات درجه اولى وثانيه وثالثه والرابعه بقيه انواع حمضه، يعني احسبوا بقى صدام حسين انا كنت ابو غنم حتى الغنم ما كلها دفتر ما تموينيه كل شهر وروح نستلم من المخازن علف علف حيواني للغنم. يعني وين هذا الحكي؟ وين هذا الحكي؟ احنا جو يحزلونا عمي. نعم ناس دايحه ناس من حقها جابهم برايمر انقص منهم برايمر نعلت الله على برايمر على هاي الاذكار ما يسموها الاذكار هاي تجي وجهها ماكو ما اعوذ بالله من الشيطان والله جين. نعم شكرا لك ابو عبد الله. محمد من امريكا ويانا حياك الله. الو السلام عليكم اخوي استاذ اسد احييك. وعليكم السلام البطل عزيزي من 2003 هم جايين تدمير العراق. هذا العامري ما يعرف اصلا مين الخزعلي قسما بالله هو هندي ايراني ما يعرف اصلا مين. هم دمروا العراق مخدرات حشيش شو تريد هم حتى الاراضي مال العالم جاي ياخذوها حتى يعطوها للحشد الارهابي دول القتلى والخنازير الكل قتلوا بالمعارك الحشد الصفوي الايراني يجي يوزعون القاعي مال العالم. عم اقول مع احترامات لقنوات الرافدين اخوي العزيز سادة اسد هذا محمد الشيع السوداني لا يشا قائد عام حيشا قائد عام. عمي هم دول تبعيه تبعي ليرة كفيلك محمد انا اقول لك يهجرون السنه من العراق ما يخلون سني بغداد ما يريدون سني بالعراق كفيلك الله يجيبون خوالهم العجم. حتى الف ايراني جابوه دوروا الجناسي وحطوهم بالديار كفيلك الله. عمي لا دمروا العراق لا بيهم لا غيره لا عندهم غيره على اعراضهم لا عندهم غيره على العراق. عمي دول جايين يدمرون العراق كفيلك الله والله دول بيتهم حازين نهايتهم خربت وحط عندنا الانبياء جماعه محاجي. تحياتي لقناه الرب. شكرا لك محمد. نروح هسه الى ملف المستشفيات الحكوميه والاهمال للقطاع الصحي المهم اللي مس حياه الناس. حملوا مراقبين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومات المتعاقبه من 2003 لليوم مسؤوليه التلكؤ بانجاز مشاريع القطاع الصحي بالعراق واللي يرتبط بارواح الناس بشكل وثيق ومباشر. القطاع الصحي يعاني حال أي قطاع خدمي بالعراق يعاني من الإهمال وسوء الإدارة والفساد واللي استقر وعشعش بكل مفاصل الدولة بالعراق. وأعلنت وزارة الصحة الحالية وجود أكثر من 61 مشروع متلكئ خاص بها يخص بناء مستشفيات من سنوات موزعة على أنحاء العراق بشكل عام. مثلا مستشفى النعمان بالعظمية ببغداد مشروع توسعة هذا المستشفى متلكئ ومن سنوات وانترك بدون إكمال إلى حد هاي اللحظة وهذا هو مشروع توسعة مستشفى النعمان ببغداد. تعالوا نشوف مستشفى النعمان تطوير مستشفى النعمان العام أحيل إلى شركة ديفكون اليونانية صار له يمكن هذا المشروع البناية صار له 5 سنين ما أعرف وش قد وتوقف العمل بيها تقريبا قبل سنة ونص سنة وعلى هالوضعية مشروع متلكئ ممكن تأثر به العوامل الجوية ممكن يعني هواي يصير به قضايا تندثر مواده تتآكل تفاصيله. رسالة للي صدر المشهد يلا هذا المستشفى واقف انتو جماعة المجالس والتجمعات بالعظمية وخارج العظمية واللي تنادون بخدمة المنطقة ويوميا مسوي لكم قاعدة ويوميا مسوي لكم اجتماع هذا مستشفى ذول بالجديد اللي يرشحون المجلس محافظة
طاق لي صوره لللايت للتبليط وتم الانجاز وتم العمل، هو كل شيء ما اللي دخل بالموضوع. مشاهدينا الكرام، ما راح احكي ويا العراقيين اللي هم من جيلي والاقدم من عندي، لا راح احكي ويا الصغار اللي ما شايفين هاي المستشفى والعرب. هاي تعتبر واحده من ارقى مستشفيات العراق كانت موجوده بالعراق. يرموك النعمان بني يعتبر واحده من المستشفيات الكبار، واني انولدت بهاي المستشفى. تخيل انت عندك مركز صحي كبير او مستشفى كبيره او مكان العالم تعرفه الى سمعه، تخيل هذا حاله. ليش؟ لان اكو مستشفيات اهليه تريد تشتغل تتبع الى سين وجيم والخال والحجي. مو بس البنايات الواحده هي اللي تعاني من الاهمال، لا، المرضى كذلك. المرضى اليوم بالعراق يعانون من اهمال كبير. ذول المرضى اللي تشوفوهم وراي ذول مرضى الفشل الكلوي. مئات الالاف من العراقيين المصابين بالفشل الكلوي يحتاجون الى غسل كلى بهم بشكل يومي او بين يوم ويوم، وحسب الحاله تكون هذا الوضع. ذول موجودين في مستشفى الامام علي، تم تحويلهم بسبب مناشده الى مستشفى ثانيه. بعد تحويلهم الى تلك المستشفى ذول يحتاجون ان يغسلون الكلى يوميا. حددتهم المستشفى الجديده ان يغسلون الكلى مرتين بالاسبوع، يعني حرمتهم من 5 مرات، وهاي تسبب مضاعفات. فطلعوا مرت الاخ يقولون يابا تعالوا يقولنا حل لان جاي نتاذى. خلونا نشوف. احنا نغسل بالمستشفى الامام علي صار لنا 3 سنوات نغسل بين يوم ويوم، هسه ودونا المكان نغسل فيه بس بالاسبوع مرتين وكل ساعه نموت، وبالشهر 3 أو 4 يروحون من عندنا. ويجي هنا يا الوكيل وكيل الوزير وقال يشوف لكم مكان هنا، والمدير هنا قال يشوف لكم مكان هنا، يشوف لكم صورة حل. شلون صورة حل؟ ماكو ليش؟ ماكو صورة حل. ليش ماكو صورة حل؟ طيب احنا لازم 200 نفر هنا، والله راح نموت، احنا راح نموت، احنا 200 نفر احنا حوالينا، وين نروح؟ زين مرتين طويلة، احنا 3 غسلات وجاية ويانا، وين نولي احنا؟ إذا ما نفتح لنا، إذا ما يشوفنا صورة حد. هذا حالهم. مو بس المريض يعاني ولا البناية المستشفى، بناية المستشفى لا، عندك الدواء همينة. العراق أكو ارتفاع كبير بأسعار الأدوية بالعراق خصوصا المستورد. ليش؟ لأنه ارتفع سعر الدولار وانخفض قيمة الدينار ووصل 100 دولار تقريبا 160,000 دينار. هذا كله ده يدخل كاهل المواطن لأنه ماكو تقيس نوعي ولا أكو سيطرة نوعية على الأسعار، فأبو الصيدلية بكيفه، فالمواطن لازم يفطر كل صيدليات بغداد ابن بغداد وابن ذي قار يفطر كل صيدليات ذي قار حتى يلقى سعر أقل من سعر، لأن أبو الصيدلية بكيفه يصرف. خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة أو خطيرة من ضمنها أمراض السرطان، الله يشافي يا ربي والله يبعد عن اللي ما بي هذا المرض. لكن المفارقة لما الإنسان يروح إلى مستشفى ويلقي أنه أبسط العلاجات ما موجودة بالمستشفى، فوين يطوجها هذا الإنسان؟ نانا عندنا مواطن من محافظة القادسية خلال مراجعته إلى مستشفى السنية بالمحافظة يقول لك المستشفى ما بيها أدوية، تعال نشوف. مركز الصحة السنية كل علاج ما بي، جهاز عطاسة على 500 دينار أو ربع دينار، بالصيدليات ما متوفر. وين انت يا مدير عام صحة الديوانية؟ وين انت يا ميثم الشهد؟ يتندعي بالتظاهر، يتندعي بالحرية، وينك يا باسم الغرابي؟ انت سولف لي باسم الاصلاح، وين انت يا سهام الموسوي؟ العالم جاي تتعذب، مركز صحة حتى سرنجة مابي. وينكم يا ناشطينه؟ وينكم يا شرفاء الديوانية؟ حيهم نداء لكل شريف، نداء لكل إنسان بغيرة. مركز السنية خالي من العلاج، مركز السنية خالي من العلاج. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك سادان أحمد يقول لعد تدرون سرنجات ماكو ولا كانونة ولا كفوف، أختي تشتريهن على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. هاي بابل كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. ماجد حميد يقول موازنة ماكو من سنة ونص وكل مستشفيات العراق ماشية
بالقدرة ورواتب عمال وإعاشة ما عندهم. حكيم محمد يقول هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة التي بنيت على أسس الطائفية والحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة إلى أي مرحلة أوصلونا. شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص وإهمال وتقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. مؤمل العراقي يقول المستشفيات يموت اللي طبلها، ستون ماتنا استونا ماتلنا واحد بالإهمال، والله 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 مات بسبب الإهمال، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، وبمستشفى الفرات الأوسط بالذات عود عناية مركزة إلى الله المشتكى. أخويا المؤمل، أخويا مؤمل البقاء لله وإن شاء الله خاتمة الأحزان. كانت هاي تعليقات الناس. هذا المستشفيات، أنتوا لاحظتوا العراق ميليشيات سطوة وراها جفاف وراها مستشفيات، شبو قالنا خريجين لازم يكون موجودين اليوم ويا هالمشاكل هاي، بس الخريجين هنا احنا ما راح نطلع تظاهراتهم اللي طالب بالتعيينات لانهم موجودين ويانا واحنا نعرف، لا راح نطلع لكم قمع القوات الامنيه اللي لازم تكون بصمتها موجوده بكل تظاهره بالعراق، واللي صارت بصمتها معروفه، قمع قتل كتل صلخ. قوات الامنيه قمعت الخريجين المتظاهرين امام بوابات المنطقه الخضراء وسط العاصمه العراقيه بغداد. دول الخريجين شنو ظهروا وطالبوا المحاضرين أو الخريجين الإداريين والتربويين ببغداد، طالبوا أن تم توفير تخصيصات مالية لهم بالموازنة وأن يسلموا رواتب، وبحال عدم الاستجابة لمطالبهم راح تستمر اعتصاماتهم. طبت لهم القوات الأمنية وقمعتهم وفرقتهم وكتلتهم، وهذا اللي دا تشوفه بغداد، فما بالك باقي المحافظات الثانية. تعال نشوف تظاهرات الخريجين قدام المنطقة الخضراء. سؤال، اكو شرطي كان شايل بوري اصفر مسياج وعاكفه ودا يضرب بيه؟ صلوات على محمد. لا عندنا احترام الى الدوله بشكل كبير جدا يعني، لا والدوله محترمه نفسها وكليه الشرطه وكذلك الوزاره يعني محترمين نفسهم، بحيث الشرطي يشيل بوري ويركض. بلثنا مصادر امنيه بمحافظه ديقار مع الاسف قالت لنا ارتفاع حصيله الجرحى بسبب قمع القوات الأمنية للمتظاهرين اللي طالبوا بالتعيينات. المصادر قالت أنه الحصيلة النهائية 32 جريح من الخريجين اللي طالبوا بالتعيينات، أغلبهم كانوا خريجين متظاهرين طالبوا بهاي التعيينات على ملاك وزارة النفط، واللي كانوا ظهروا قدام شركة المنتجات النفطية وأغلقوا مداخل ومخارج الشركة حتى بس يضغطون على الشركة وتعينهم. لكن القوات الأمنية بصمتها المشهودة شنو؟ هاي هاي السيارة الحكومية داسة العلم العراقي، ثقوب أمير المؤمنين داسة العلم العراقي، هاي السيارة، هاي السيارة داسة العلم العراقي، داسة العلم العراقي. ما شاء الله. وين الوزير؟ رئيس الوزراء عين السيادة، شنو أخبارها؟ تخيل عزيز المشاهد أنه أكو تظاهرة وتجي القوات الأمنية تقمعها وتشتت جموع المتظاهرين، تمام؟ سيطرت على الوضع، سيطرت على المكان، كل شيء ماكو. لا، القوات الأمنية تقول لك ليش تظاهروا، لازم نعاقبهم. شلون؟ هذا اللي راح تبين لنا صور اللي أحرقوا بها الدراجات النارية اللي يملكها المتظاهرين بعد أن فرقت هاي القوة المتظاهرين، ويعتبر هذا اعتداء ثاني.
تعالوا نشوف. لقوا دراجات المتظاهرين كلهم. تعرفون هذا شنو معناها؟ معناها الحكومة والأحزاب والكتل والقوات الأمنية تطلب من الشعب العراقي أنه يسد حلقه وما يفتحها. ما أريد أقول الكلمة اللي جت بعقلي، لأنه إذا فتح حلقه هذا راح يكون حاله. خريجي كليات الهندسة الظاهروا بمحافظة ميسان وطالبوا بالتعيين وشمولهم بالدرجات الوظيفية، وأكدوا اللي تجمعوا قدام مبنى شركة النفط أو شركة نفط ميسان أن الحكومة بعدها تتجاهل مطالبهم بالتعيين رغم وجود شواغر بشركة نفط ميسان، وحذروا السلطات أنه راح تكون لهم خطوات تصعيدية بحال عدم الاستجابة لمطالبهم، وإحنا نتمنى لهم السلامة من كل قلبنا. وأظهرت صور وثقت تفريق الحكومة للمتظاهرين بالقوة، خلونا نشوفها سوية. المهندسين هذا حالهم، شوفوا ينسحب، هذا ينسحب، مهندس ينسحب، مهندس. في كل موسم حصاد تجينا الحرائق من جديد، هذا اللي قالوا المزارعين واللي أبدوا قلقهم وراء عودة حرائق إلى حقول الحنطة بالعراق بالتزامن ويا موسم الحصاد. ولذلك كان عندهم إعلان من مديرية الدفاع المدني من وزارة الداخلية الحالية عن تسجيل عدة حرائق لمحصول الحنطة بهواية من محافظات العراق، وقالوا المزارعين أنه احنا خايفين أنه ترجع مشاهد احتراق المساحات المزروعة حتى ينهون المحصول العراقي ونظل مستمرين على الحنطة والشعير اللي نستوردها من الأرجنتين. ولذلك قسم التواصل الاجتماعي سوالنا هذا الانفوغرافيك اللي يتكلم عن هذه القضية، وهي قضية إحراق محاصيل الحنطة. خلونا نشوفها. We'll be right back.
وهذا هو السؤال الأهم من المستفيد من حرق الأمن الغذائي. مدونين حملوا حكومة الإطار مسؤولية سلامة المتظاهرين من المحاضرين مجانين عقب القمع المفرط، وأطلقوا ترند اللي هو هاشتاغ إطار رومانسكي يقتل المحاضرين. ومن حيدر العراقي على تويتر غرد: كل ما يفعله الإطار العميل هو من أجل السلطة ومحاربة الحق، ونسوا أن حكمهم زائل ولو بعد حين. حكيم العراقي: حكومة الإطار تقتل صناع الأجيال من المحاضرين. السوداني: أداة بيد القتلة. فراقة: السفيرة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لحكومة الإطار الخاسرة الإيرانية برئاسة ابنها البار محمد الشاع السوداني بقمع أي مظاهرات مشروعة تطالب بحقوقها التي كفلها الدستور العراقي. ودكتور إبراهيم القرعاوي يقول: لماذا تحاربون أصحاب الشهادات؟ لأنكم تريدون خلق جيل بلا وعي، يعني جاهل وبلا ثقافة، كي تسيطروا على عقولكم. كانت هاي بعض التغريدات اللي اختارناها لكم، وهواية تغريدات على هاشتاغ إطار رومانسكي يقتل المحاضرين. وهذا كل ما موجود في جعبتنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج صوتكم. بس أنا أقول لكم كلمة واحدة: أنتوا يا الشعب العراقي بنظر السياسيين ما تستحون لأن تردون تعيشون، وأنتوا تقولون هم ما يستحون لأن ما يخلوكم تعيشون، فمنه الأصح يمكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.